اسمعي نورا، لاعب موهوبة زيك محتاجة فرصة الانضمام للأكاديمية عشان تستقلين مواهبك وتروحين فيها خطوات أعلى وأفضل. نورا ايش فيك؟ توقعت خبر مثل هذا بيبسطك؟ لا بس أنا يعني هل في أحد ثاني من نادي أو أكاديمية عارضين عليك تنضمين لهم؟ ترى حنا مهتمين كثير إنك تكونين معنا ونوفر لك كل الإمكانيات. بعدين أنا توقعت إن مشرفتك تبالغ مدحك، بس طلع معك حق. ها وش قلت؟ لا طبعا، انت تبين ابوك يحوس البيت فوق راسي وفوق راسك كله عشان هالكوره؟ طيب وليه يعني؟ هو انا مسويه جريمه ولا مصيبه؟ والله يا ماما لو انك تسمعين كلام مندوبه الاكاديميه وهي تقول شعر في موهبتي وتتكلم عن مستقبلي، بالله عليك مو حرام اخسر كل هذا؟ انا متاكده لو بابا يعرف عن شيء والله مستحيل عنده مانع. لا حول ولا قوه الا بالله، دائما كذا انت تزنين. طيب خلينا نشوف الموضوع من بعيد لبعيد، لأن الله يسهلها.